بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا كده ايه افهمكم ايه اللي انا كاتبه ده، وبعدين نشتغل. تمام. ده ديف عادية خالص هنا، هي في الديف في البادي ديف، وبعدين ايه ادينا لها في الديف هنا كده طول وعرض وباك جراوند وبوردر، طلع لي الشكل اللي هو ده. تمام. فوق هنا كده لو خدت بالك في سكريبت، وتحت في سكريبت فاضية. تمام. السكريبت الفاضية دي اللي انا هنفذ فيها اوامر جي كويري، واللي فوق دي هقول لكم جت ليه. بص، جي كويري دي مكتبة من الجافا سكريبت. تمام. فالمكتبة دي فيها حاجات كتير اقدر استخدمها، زي مثلا احنا عندنا مثلا في السي شارب عندك السيستم فيها مكتبات الكونسول والويندوز والشغل ده، بستخدمها على طول ادام بستدعيها فوق، فانا بستدعيها وبعدين استخدمها. فالاستدعاء ده يا اما له طريقتين، يا اما تدون الملف بتاع الجافا سكريبت بتاع الجهاز وبعدين تاخد من الجهاز، يا اما جوجل ومايكروسوفت قالت لك يا عم ايه انا هديكوا الحاجات دي، انا حطيتها بخزنها لكم على السيرفر بتاعي وانتوا استخدموها على طول عشان يبقى سريع. فاحنا بدل ما ننزل الملفات ونشتغل ونستخدمها من عندنا، بنقوم مستخدمينها منين؟ من جوجل على طول. لو لاحظتوا هنا كده جوجل ايه. تمام. طيب السورس ده اللي هو اللينك اللي احنا بنجيب منه وبنستخدم منه الملفات، ودي سكريبت عادية خالص. تمام. سكريبت عادية خالص. طب البتاع دي بقى اللينك ده يتحفظ، تشوفوا انتوا وضعكم ايه. ما اعرفش الصراحة، بس انا لما اجي هكتبه اكيد يعني مش هيجي قلنا في الامتحان اكتبوا لي اللينك ده، هتكتب له السكريبت اللي فيها تنفيذ الاكواد على طول اللي احنا لسه هنكتبه. تمام. الترتيب مش مهم، انا كاتب السكريبت تحت والسكريبت فوق والستايل في النص عادي خالص بمزاجك. السكريبت دي اللي شوفوا انتوا فيها حل بقى، يعني تشوفوا هتتحفظ ولا ايه نظامها، ملناش دعوه بالقلق ده كله. الجافا الجي كويري فايدتها ايه بقى؟ نعرف بعض الخصائص اللي فيها، يعني مثلا لما اقف على المربع ده يقوم ظاهر لي مثلا رساله، او اضغط عليه يختفي واضغط تاني يظهر، شويه حبشتكنات كده. فاحنا ناخدها ايه بالترتيب. وبتيجي في الامتحان على فكره، يعني هنا مثلا قايل لك ايه فور ذا اباف بوكس رايت جي كويري كود تو بيرفورم انيميشن تو بوكس، اعرفكم برضو يعني ايه انيميشن. ساتش انيميشن ماست انكلود تشينج ات سايت، بيقول لك ان هي شفت انت مثلا كنا بنعمل في اسمها ايه بتاع السكيل في سي اس 3 بتكبر الحجم والعرض، هنا برضو هيقول لك اعملها لي بالجافا سكريبت يكبر الحجم والعرض بس في 3 ثواني، يعني يوريك وهو بيكبر وهو شغال بيكبر ازاي. مش مهم مش مهم، هنشوف. نبدأ بمثال بسيط، انا عايز اما اضغط على البتاع دي تختفي. تمام. فانا هروح بقى فين في السكريبت التانية، انا خلاص استدعيتها فوق وعملت البوكس اللي انا عايزه والديف اللي انا عايزه، هروح في السكريبت التانية. السكريبت التانية هقول له ايه علامة الدولار وقوسين. تمام. علامة الدولار وقوسين، واقول له ايه دوكومنت الملف بتاعي دوت ريدي. يعني ايه؟ بيقول له الملف دي، بيقول له هات الملف اللي هو الوثيقه اللي انا بكتب فيها يعني دوت ريدي جهزها لي، وريدي دي مسود، فكل مسود بتتقفل بقوسين وتتقفل بسيمي كولون. تمام. اعرفها كده، كل مسود كل قوسين وتقفل بعدها سيمي كولون. جوه المسود دي بعد ما يجهزها لك اقول له بعد ما تجهزها لي خش جواها بقى، يبقى هتكتب فين جوه القوسين بتوع الريدي؟ تعمل له مسود فانكشن بالقوسين بتوعها كده، اسمها ميثود بالقوسين كده ايه اسمها ميثود، ما بتاخدش اي باراميتر، تعريف الميثود كده كلمه فانكشن والقوسين، وجوه الميثود هتقول له اعمل لي ايه بقى، هقول له انا عايز اخفي الديف. طب هتخفيها ازاي؟ اول ما اضغط على الديف كليك اخفيها لي، يبقى اول ما اضغط يبقى هات لي الديف، جاي جوه القوسين كده اهو الديف دوت كليك، اول ما اضغط عليها والكليك طبعا مسود يبقى القوسين والسيمي كولون. تمام. يبقى اول ما اضغط على الديف اللي هي ايه اللي علامه الدولار ساين والديف كده الديف، اضغط عليها اول ما اضغط عليها يوم جاي عامل لي ايه يخش جواه فانكشن تاني قوسين والقوسين بتوعها. تمام. واقول له بعد الفانكشن دي ايه جواها بقى، عملت فانكشن جوه الكليك، الفانكشن دي بتخفي لي الديف، يبقى بتخفي لي هتخفي لي ايه الديف، يبقى الديف علامة الدولار الديف وفي دبل كوتيشن طبعا
الديف دوت دوت ايه بقى هايد، دي جاهزه بقى هايد قوسين سيمي كولون بتقفل الايه الميثود. هي الديف دي الميثود دي جاهزه كده. شفت انت مثلا لما تعمل كلير في التكست بوكس في السي شارب في الفورم، هي دي زيها كده، هايد دي اللي جاهزه واحنا بنعمل الحاجات دي كده. انا بقول له هات لي الملف جهزه لي وخش جواه، يعني كل الحاجات دي جوه جوه الريدي، جوه الريدي اعمل لي ميثود، اول ما اضغط على الديف تعمل لي ميثود تانية تخفي لي الديف. يعني انا اول ما اضغط على الديف هيقوم جاي خفيها لي. نعمل كنترول اس ونشوف، نعمل ريفريش كده، انا معايا الصفحه اول ما اضغط عليها اختفت تمام. طب انا عايز ارجعها ليها ميثود تانية، عايز ترجعها تقوم جاي واخد ده كوبي كنترول سي كنترول في، بس انت هتضغط وتخفي، فايه قوم جاي عامل مكانها شو كده. انا هجرب حاجه اشوفها شغاله الاول ولا لا، هي انا بتتعمل بزراير بس انا هشوف الطريقه دي شغاله ولا ايه. بدل هايد شو، اول ما اضغط على الديف مكانها الفاضي يعني تعملها لي شو. كنترول اس نسيب ونشوف، ريفريش اختفت، ما اختفتش ولا ظهر تمام. فخلينا في الطريقه ايه السلكه. هنعمل ايه بقى، هنروح في تحت في البادي هنعمل له ايه اتنين بوتون، بوتون تمام، وقفلة البوتون باك سلاش بوتون تمام. هعمل له زرارين بقى، زرار يخفي لي احنا كنا ما بنضغط عليه، لا هنغيرها المرة دي بقى، اما نضغط على زرار يخفيها لي واما نضغط على زرار يظهرها لي. ونفرقهم عن بعض ازاي؟ باي دي، الاي دي خلي مثلا ايه بوتون واحد واحد، ونخلي التاني اي دي بوتون اتنين تمام. هنا بقى اطلع فوق جهز لي الملف، اول ما تجهز لي الملف اما اضغط على الديف، هو انت ما تضغط على الديف هيخفيها؟ لا انا عايز بقى اما يضغط على انهي زرار، تقوم جاي هنا كده وتقول له ايه الاول تظهر له الزرار بقى شو مثلا، وتحت ايه هايد، دي الكلمه اللي هي بتتكتب في الزرار. اول ما اضغط على البوتون واحد وشباك طبعا عشان اي دي تمام، خش قوم خفيلي الديف، يبقى دي انت مش هتغيرها، هتخفي الديف فعلا تمام. طب انزل على اللي تحتها هتقول له جهز لي جهز لي الدوكيمنت الملف، واول ما اضغط على الديف اظهرها لي، لا اول ما اضغط على البوتون اتنين، بوتون اتنين وبرضك شباك عشان كاتب اي دي، عشان انا عاملهم في اي دي تحت الاي دي مع الشباك تمام. اول ما اضغط على بوتون اتنين قوم عامل لي ايه اظهر لي الديف، يبقى الديف صح، اظهر لي الديف وهنا اخفي لي الديف. كنترول اس نسيف ونشوف، نعمل ريفريش الاول ظهر لي الزرارين اهم، اول ما اضغط على هايد ما خفاهاش، نضغط على شو خفاه، نضغط على هايد ظهر، يبقى احنا قلبنه. بوتون واحد هايد، انا قلبهم فعلا، بوتون اتنين شو، نعمل كنترول اس نسيف ونشوف، نعمل ريفريش، نضغط على هايد يخفيه، نضغط على شو ظهر المربع تمام. دي كده ايه الهايد والشو. طيب انا عايز نمسح دي كده الزراير خلاص تمام، امسح واحده منهم نرجع للوضع الاصلي اللي احنا كنا فيه اصلا، ونمسح دي نمسح الزرار التاني ملوش لازمه، ونمسح الزراير كلها ملهاش لازمه اصلا، نخلي عندنا ايه الديف بس زي ما احنا كنا شغالين في الاول. واقول له هنا كده كان لما بيضغط على الديف صح تمام، كنترول اس نشوف رجعنا للحاله الاولانيه ولا لا، اول ما بضغط بتختفي تمام، نعمل ريفريش ظهر التاني اهي. انا هنا اما ضغطت ضغطه واحده خفاها، طب انا عايز اما اضغط ضغطتين اسمها دبل كليك، بس بتكتبها ازاي بقى، دي بي ال دبل اختصار ليه دبل كليك، نعمل ريفريش ونشوف، اضغط ضغطه واحده ما ظهرش، ضغطه واحده كمان ما ظهرش، ضغطه كمان ما ظهرش، اضغط ضغطتين ورا بعض بقى اهو اختفت على طول اهي تمام، ضغطتين ورا بعض تختفي، ضغطة واحدة ما تختفيش تمام. دي اسمها ايه دبل كليك. طيب من ضمن الحاجات اللي هنا برضو الهوفر، الاتش اوفر اللي احنا لما بنقف عليها بيقوم جاي ايه مختفي، وما بنمشي من عليها بتقوم ظاهرة تمام.
تعالوا نعملها ازاي؟ اما اقول له مثلا ايه اتش اوفر، ونخش جوه بقى. اول ما اضغط على اول ما اقف على على الديف هيعمل لي ايه؟ هتختفي. تمام، نعمل لها واول ما امشي عليها من عليها تظهر الاتش اوفر دي. الاتش اوفر لها حالتين، يعني انت هنا بتكتب لها حاجتين اتنين، كل الكليك والدبل كليك بتحط له واحده بس هنا. دي اسمها ايه؟ الفانكشن اللي جوه. لا، الاتش اوفر بتعمل لها اتنين فانكشن. بتعملهم ازاي؟ فانكشن وتقوم عامل فاصله كده وتقوم جاي ايه حاطط له فانكشن تانية اللي هي ايه؟ ما تقف عليها وما تمشي من عليها، تقوم مثلا ايه قايل له شو كده، اما اقف عليها هتختفي وما امشي من عليها هتظهر. تمام، الاذان بس وبعدين ايه اكمل. تمام، وصلنا لكده. طيب سؤال بقى لنفسك كده، هو في ميثود بتعمل اكتر من حاجه؟ لا طبعا. طب ما هو الفانكشن دي ميثود. تمام، فانا عايز اعمل حاجتين، فانا ازاي اديله امرين هنا كده؟ لا، يبقى الامرين دول يخرجوا فين؟ يبقى تقوم جاي ماسح الامر ده كده، ودي ايه الفانكشن الاولانيه. الفانكشن دي جوه الايه؟ الاتش اوفر. تشوف فين قفلتها، ادي قفله الفانكشن. تمام، تقوم عامل فاصله بره، وتقوم جاي واخد ده كوبي وحاططها له فين؟ بعد الفصل. طيب المره دي بقى انا مش عايزه يخفي، انا عايزه يظهر شو. تمام، يبقى كده اديت له في الاتش اوفر اتنين مسودين، اول ما يقف عليها دي اول واحده تختفي، واول ما ابعد عنها تظهر. تمام، تعالوا نشوف ريفريش، وقفت عليها هي بتختفي اهي. ده رعاش. تمام، استنى اما نشوف ايه الفكره هنا. مش مهم، المهم ان احنا ايه عرفنا الليله دي. عايزين بقى تخفوها بجد، او عايزين ايه تشوفوا تطبيق على الاتش اوفر دي يعني بتتعمل بالايه؟ بالجافا سكريبت. اللي هو ازاي بتشيل دي خالص. تمام، انا ما اعرفش يا زهر عملت كده ليه، بس مش مهم. وتقول له ايه اول ما تقف عليها alert قوسين، تقول له ايه يو ان انت واقف عليها سيمي كولون. تمام، وتروح على التانية تقول له ايه alert، تقول له ايه يو اوت سيمي كولون كنترول اس. نروح نشوف ريفريش كده، انت واقف عليها اهو. اول ما تروح تعمل له اوكي او خليك جوه واعمل له انتر عشان ايه ما يضحكش عليك، انتر اهو كده اختفى. اول ما انت تطلع بره يقول لك ايه يو اوت. ده التطبيق اللي معمول في الكتاب يعني. انا التانية ده انا كنت بحاول اعبكر مع نفسي كده. تمام، ده كده ايه الاتش اوفر. كده احنا قلنا الاتش اوفر راحت فين؟ الاتش اوفر والكليك والدبل كليك. فاضل ايه كمان؟ فاضل حاجة لطيفة خالص. نمسح بقى ايه القلق اللي احنا عملناه ده. الفانكشن دي نمسحها كده، يبقى كده فاضل معانا ايه اللي هي الاولانية، ونمسح دي كمان، نمسح اللي جواها كده. هقول له ايه بقى؟ انا عايزه اما اقف عليه اما اضغط عليها تظهر، واما اضغط عليها تاني تختفي. تمام، فانت كده كده هتعمل ايه؟ كليك كليك اما اضغط عليها. تمام، طيب جوه الكليك دي في ايه بقى؟ في حاجه اسمها توجل. توجل توجل دي بتتكتب ازاي؟ توجل دي بتتكتب ازاي؟ قلنا شفت انت مثلا كنا بنقول له اول ما اضغط اخفي لي. لا، انا اول ما اقول له اول ما اضغط اعمل لي توجل. توجل على ايه؟ على الديف. يبقى اقول له اعمل هات لي الديف اول ما اضغط عليها دوج دوت توجل تي او جي جي ال اي. تمام، والقوسين بتوعها والسيمي كولون بتاعتها كده قفلتها. يبقى التوجل دي ايه بتعمل ايه؟ اول ما اضغط تظهر، اول ما اضغط تاني تختفي. تمام، اعمل كنترول اس وتعالى نشوف انت لسه موجوده. اعمل لي ريفرش الاول. خلاص يا عم، خلاص روح اعمل ريفرش من فوق كده اهو. اول ما تضغط اختفت، اضغط تاني ما ظهرتش. ليه بقى؟ والله البتاع ده رخم. بصوا احنا نمسحها من الاول ونكتبها خالص. نكتبها ايه؟ او بالمره نفكر الناس شباك علامه الدولار، نقول له ايه
هو ساعات بيرخم كده، بنصفح رخم، نقول له ايه دوكومنت تمام دوت، اول ما هات لي جهزها لي الاول، جهزته وريدي دي الميثود، تقوم عامل له ايه قوسين والسيمي كولون على طول، خش جوه الميثود هتعمل فانكشن، والفانكشن لها قوسين وليها المجموعه بتاعتها، جوه المجموعه هتقول له ايه اول ما اضغط على الديف يبقى الديف اللي الدولار ساين الديف بين دبل كوتيشن الديف دوت دوت ايه، اول ما اضغط عليه كليك تمام، اول ما تضغط على الكليك والكليك دي ميثود يبقى لها القوسين بتوعها والسيمي كولون بتاعتها، وتخش جوه الميثود اللي اسمها كليك، كليك هتعمل جواها ايه، هتعمل جواها ميثود تانية اسمها فانكشن، مش اسمها فانكشن، بتقول له ميثود اعمل له جواها ميثود فانكشن بالقوسين بتوعها بالمجموعة بتاعتها، واعمل جوه الميثود دي ايه، اول ما تروح كده انت ضغطت على الديف، اول ما اضغط على الديف اعمل لك ايه بقى، هتقول له هات لي الديف دوت توجل تي او جي جي ال اي والقوسين بتوعها والسيمي كولون بتاعتها تمام، ونقول له كنترول اس ونروح نجرب بقى تاني، ريفريش اضغط اختفى، اضغط ما ظهرتش تاني تمام. نقول مثلا احنا الاغبياء وهو ذكي واحنا مش فاهمين هو عايز ايه، مثلا احنا مش محددين المكان اللي هنضغط عليه عشان يرجعه تمام، فاحنا ايه نتفادى الحته دي ونقول له اعمل لي زرار يا عم، ولا تريح نفسك ولا توجع دماغك، اسمه بوتون، زرار بوتون تمام، بوتون اول ما اضغط عليه يعمل لي العمليات دي كلها، يظهر لي ويخفيه، او الزرار احنا عارفين مكانه، ونروح مكان الديف اللي انت بتضغط عليها تقول له بوتون تمام كده، قلنا له اول ما اضغط على البوتون. طب البوتون ده انا هشوفه ازاي، اقوم اعمل له مثلا جواه قيمه ايه، نقول له مثلا ايه بوتون يا عم اهو بوتون كده، ايه الزرار مكتوب كلمه بوتون، اول ما اضغط عليه هيعمل زي ما انا قلت ايه تولوجي التوجل، نعمل كنترول اس ونروح نعمل ريفريش، او البوتون ظهر اهو، اول ما اضغط عليه هيخفيه، اضغط عليه تاني ظهر، اضغط يخفي تمام، هو بتغشب بقى كده ايه دي التوجل. فاضل ايه، والله فاضل حاجات كتير بس احنا ايه بنعرف بدايات كده، بس نعرف امثله، انا مش عارف الفيديوهات بتطول كده ليه، بس انتوا رزقكم كده بقى، أكمل فيديو تاني، سلام عليكم.